السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع وبسادة الحضور وسعادة سفير السودان وسعادة وزير الثقافة مع حفظ الألقاب والمقامات. اليوم بنتكلم عن يعني حوار مفتوح حول تجربتي في إقليم دارفور، وطبعا الكتاب يعني متاح وموجود بإذن الله، لكن سأتكلم عما دفعني لتصدير هذا الكتاب وكتابته والسهر عليه حتى يخرج بهذا الشكل. أتمنى أن يكون فيه إفادة للجمهور العربي جميعا. أنا شخص يعني مهتم ببناء السلام منذ عقد من الزمن، وغالبا كل ما أقرأه كان من خارج المنطقة العربية، تجربة جنوب أفريقيا، تجربة رواندا، تجربة تشيلي. ورغم أننا منطقة يعني مأزومة على مستوى الاجتماعي، توترات في كل مكان، ولكن تقديم الحلول وطرح البدائل يبدو خافت بدرجة كبيرة جدا. فعلى مدار عقد من الزمن كنت أقرأ هذا في السطور، فأتيحت لي فرصة أن أذهب إلى هذا المكان باتصال يعني وتواصل مع الهلال الأحمر القطري. الدكتور خالد دياب اتصل وقال يعني الهلال الأحمر ينفذ مشروع في غرب دارفور بناء على اتفاقية الدوحة للسلام، ونحتاجك أن يعني نتشارك وأن نقيم هذا المشروع، وأين هو وقف وكيف أثر في المجتمع في غرب دارفور. هذا القرار يعني كان بالنسبة لي يمثل فرصة لاختبار ما أقتنع به. أنا أقتنع أن هناك بدائل، لسنا مجبرين أن نكون ضحايا أو قاتلين. فكرة الثنائية، إما أن تكون مجرم قاتل أو تكون مستسلم خانع. هل هناك بدائل يمكن أن تنقل مجتمعاتنا إلى مساحات أفضل من السلام والوئام؟ فكانت هذه المحطة بالنسبة لي أول محطة ميدانية الاختبار ما أقتنع به. هل ما أقتنع به ينتمي لعالم الأحلام، ولا يمكن في دنيا الناس أن نراه على الأرض؟ فكان القرار بلا تردد أن يعني أتحمل هذه التجربة وأن أستفيد من هذه الخبرة. واستدعى ذلك أولا إعداد مكتبي، هو أن أفهم هذا الإقليم، ما طبيعته، كيف يعمل هذا الإقليم، ما سبب هذا النزاع. يعني أول سؤال، كنا تعلمنا كثيرا في مساجدنا وفي مدارسنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أن كوننا مسلمين كافي أن نتحد. عندما أقرأ عن إقليم دارفور، إقليم 100% مسلمون ومالكية وذو تدين صوفي، وأيضا إخواننا في السودان الكل غالبا في الشمال أيضا مذهبه مالكي وأيضا على صلة بالدين، إذن أين النزاع؟ يعني إن كنا ندعي أن الدين كفيل أن يوحد الناس، فلماذا النزاع يشتعل في هذه المنطقة ويصل إلى شيء من الاحتكاك والألم الكبير جدا؟ كل هذه التساؤلات بدأت يعني أحاول أصنع فيها مقاربة تساعدني أن يعني عندما أذهب للميدان أن أخرج بأكبر فائدة من هذا المكان. الذي دفعني للكتاب بعد أن عدت هو حجم الأمل الذي تملكني، وحجم الإعجاب بهذه التجربة العربية الأفريقية التي من ساسها إلى رأسها يعني أسست في ظل اتفاقية الدوحة للسلام في العام 2011. هذه الاتفاقية الوحيدة التي نجحت بعدما فشلت 10 اتفاقيات سابقة، اتفاق نفاشا واتفاق القاهرة واتفاق أبوجا وغيرها من الاتفاقيات. هذه الاتفاقية صمدت إلى الآن وحققت نجاحات وفق ما رأيت في غرب دارفور كفيلة أن نتكلم عنها كباحثين رأوا نتاج هذا الأمر. ما رأيت من قصص يعني ساعات أبكاني وأفرحني وأعطاني دفعة من الأمل، رغم أن هذا المكان يبدو للمشاهد والسامع والقارئ أنه مكان يعني مظلم، مكان مؤلم، دماء وأشلاء، ولكن يبدو أن الأمل يبزغ من هذه الأجواء. الناس بعدما تعبوا من الحرب وجربوا السلاح يعني وصلوا في النهاية أنه لا يمكن لأحد أن يفني أحدا. هذه المسلمة أحيانا نصرف فيها دماء وأشلاء حتى نصل إليها. الناس بعد الصراع الذي تفجر في 2003 و2002 بهذه الحدة وصلوا إلى الآن أنهم يحنون إلى السلام، يحنون أن يجلسوا مع بعضهم البعض، يشربوا كوبا من الشاي مثلما كانوا من قبل. ولكن العودة لهذا الأمر إلى السلام إلى الوئام يستدعي وسطاء، يستدعي أناس يديهم بيضاء، تحتاج إلى أن يعملوا بإخلاص شديد. ما تم في اتفاقية الدوحة وأنا دارس لفض النزاعات كان عملا به أجزاء غير مسبوقة. عادة في فض النزاعات الدول لها أدوات ضغط، حركات متسرعة تجبر أحيانا على السلام. الحركات يعني لها مطالب مشروعة وأيضا لها مصالح تسعى إليها.
كيف تجبر متخاصمين أن يجلسوا على طاولة واحدة ويقفوا الدماء؟ الحركات كثير منها طبعا كان يرفض أن يجلس أو أن يتحاور. دولة قطر قدمت نموذجا جديدا أنهم استقبلوا كل الفاعليات أو الأشخاص الاجتماعيين، شيوخ القبائل والعشائر وأصحاب الحظوة في دارفور الذين يرغبون في السلام. كل من يريد السلام جاء به الدوحة إلى جاء به قطر إلى الدوحة. طيلة شهرين من التواصل والنقاش، طبعا الاتفاقية أخذت جهد كبير جدا، لكن أصبحت الحاضنة الاجتماعية تجنح وتميل إلى السلام في دارفور. هذه الحاضنة الشعبية ضغطت على الحركات، بعضها استجاب لهذا النداء وبدأ تدفق المساعدات كي تنتج مجتمعا جديدا. النقطة الأخرى المبدعة في هذه الاتفاقية وهذه الاستراتيجية أنه تم إخضاع كل مشاريع العمل الخيري من أجل أن يعود الناس إلى السلام. بمعنى لا يمكن أن يبنى مستشفى في قرية إلا إذا تصالح أهله وتوافقوا أن يعملوا سويا. بعض الدول الأخرى حتى الغربية صنعت مجمع رأيته بعيني كبير في أحد القرى، ضخم جدا. هذا المجمع مجهز بمليارات الدولارات. في حفل الافتتاح قتل 10 أفراد لأن القبائل مشتبكة، كل قبيلة تقول من له حظ أن يقص شريط هذه المستشفى. في مشاريع التي قامت بها قطر والهلال الأحمر القطري كان البدء بصنع التماسك الاجتماعي، لابد أن تتحاور القبائل ويستشاروا في بناء هذا المشروع، يريدوه أو لا يريدوه. فما تم في دارفور ورأيته أنه تم إخضاع كل المشاريع الإنسانية لكي يكون لها هدف واحد، أن يعود الناس إلى السلام كما كانوا. من أحد القصص التي يعني ألهمتني وسجلتها مع قبائل الرعاة، الهلال الأحمر القطري يعني أراد أن يحفر في دارفور، سموه حفير بئر، ومنطقة طبعا ضربها الجفاف بشكل حاد جدا. وطبعا لما نتكلم عن الرعاة نتكلم في آلاف الرؤوس من الأبقار، تجد فلاح واحد بس أو راعي واحد عنده آلاف الرؤوس من الإبل أو البقر أو الغنم، مع الجفاف يحتاج إلى بئر مياه. فبالنقاش مع لجنة الهلال الأحمر فقالوا لهم سوف نصنع لكم بئر في هذه القرية. طبعا الطبيعي أن يتهلل أو يعني أن يفرح الرعاة بهذا الخبر، فشيخ القبيلة أو يعني مسؤول الرعاة رفض هذا البئر، قال ما نريد بئر يا عمي، المنطقة فيها جفاف أنت تحتاج إلى بئر، رفض. قال إذا صنعنا البئر في هذه القرية على المشارف القرية نحن في أزمة كبيرة جدا، سيتحول هذا البئر من نقطة لسقيا الناس إلى نقطة اشتعال ونقطة حرب في هذه المنطقة، إذا ما هو الحل؟ قال لهم أولا البئر نحن أصل النزاع في دارفور حتى قبل الأمر السياسي، النزاع أصله بين الرعاة والمزارعين، لكنهم عاشوا قرون من الزمن يعني متجاورين وسعداء. ما الذي حصل؟ لما جاء الجفاف إلى هذا الإقليم وضربها بشدة، القبائل طبعا المزارعة تستقر في القرية وتزرع المزروعات، قبائل الرعاة تتحرك خلف الكلء والماء، مع العطش تتفلت هذه الأبقار، تتفلت هذه الإبل، طبعا تتفلت، تتكلم مثلا لو تفلت 1000 جمل ولا 1000 بقرة على قرية تنتهي. فيبدأ الاشتباك ما بين المزارعين وبين الرعاة ويبدأ الصراع. فشيخ الرعاة رفض أن يصنعوا بئر، قال إذا صنعنا بئر بجوار القرية سوف تأتي الأنعام والإبل وتهجم على القرية والصراع يتجدد. ثم هناك نقطة أخرى، منطقة أررة التي كنت في زيارتها على حدود تشاد في أقصى حدود غرب السودان، قال إن وجود بئر في هذه المنطقة مع الحركة الدولية لهجرة الأبقار والأغنام ستكون موطن لانتقال الأمراض للحيوانات. فأسقط في هذه الهلال الأحمر، يعني نريد أن نصنع بئر، المستفيد يعني وضع رأسه برأس الهلال ويتناقش مع الناس بكل أريحية، وهذا الذي أعجب الأهالي. أخبروني شخصيا أن المبادرة القطرية هي المبادرة الوحيدة التي تسألنا أولا ماذا تريدون أن نصنع لكم من المساعدات في هذا الإقليم. قال لهم إذا كان لابد من البئر يصنع على بعد 10 كيلو خارج القرية، حتى إذا جاءت الإبل تمر بعيدا عن أماكن القرية وحتى لا تنتقل الأمراض بين الإبل بعضها البعض. ما يحتاجه الفقراء في دارفور ليس الإحسان، ما يحتاجونه هو الكرامة والعدالة. لم ليسوا بحاجة إلى مساعدات، ولكن إلى حاجة إلى أناس يقدرون كرامتهم وأن لهم رأي يحتاج أن يعني يحتاجون أن يؤخذ به حتى يشاركوا في هذه العملية. حتى لا أطيل أختم، والكتاب مليء بالقصص الحقيقية التي تصلح أن تكون يعني أفلام وروايات حقيقية لما تحصل من تحول. أكبر النماذج قابلت أحد أعضاء حركة التمرد السابقين، مقاتل شرس ويعني شخص عملاق،
وطبعا اهل دارفور يعني ربنا اعطاه بساطه في العلم والجسم، وناس كده عمالقه ويعني واسمائهم كلها ادم ادم ادم. فاذا رايتهم تذكر سيدنا ادم، وكانهم ليس هناك مسافه ما بين ادم الاول وادم وادم الذي تراه امامك. فطلبت من مسؤول الاحمر ان التقي باحد المتمردين، قال لي انت مش ناوي ترجع بقى قطر؟ قلت له خلاص احنا جايين نرزقنا على الله، نعود او لا نعود. فقال لي خلاص هنتلقي بالشيخ نصر الدين. قلت له ممتاز. فيعني تحركنا الى مكاني، طبعا واذا يعني شخص يعني قوي البنيه ولكنه بش الوجه. فقلت له واصبح هو الان نصر الدين المقاتل السابق اصبح هو مسؤول لجنه بناء السلام في قرية أررة. فيعني خلق جديد فعلا، يعني هو ألهمني اسم الكتاب رجل مقاتل. فقلت له بقى احكي لي بالضبط، عاوز أتعلم كيف انتقلت من الرصاص إلى الغراس، كيف انتقلت من شخص مقاتل يسعى للدماء والقتل إلى شخص أنت حريص على ألا يمس أحد في هذه القرية. فعلا بالجلوس معاه قال لي يعني بعد 10 سنوات من الصراع ومن القتل، قال لي أثرت فيها حادثة هزتني هزا شديدا. قلت له احكي لي. قال لي احنا من قبائل المزارعين يعني، ودائما الرعاة يعتدوا علينا، وكنت يعني لا أبالي بما يحصل، ولكن في أحد الليالي هجمت يعني قطيع ضخم من الإبل على حقول الكركديه، محصول رئيسي في دارفور الكركديه، وللأسف الإبل تحب الكركديه جدا، كانت تترك كل أشياء وتأكل الكركديه، والمزارع الدارفوري مسكين بيأكل 6 شهور عشان ينتظر المحصول السمسم أو الكركديه، وصاحبنا بالإبل في ساعة واحدة يصبح المكان خرابا يبابا. مع تكرار الحوادث بدأ المزارعين يجيبوا سلاح، قال لك لا اللي هيقرب من هنا تقطع قدمه، سواء بقى كان إبل كان بقر، فأي حد يقرب من المزارع لابد أن يقاوم. ففي أحد الليالي فعلا هجمت هذه الإبل وحصل اشتباك ضخم جدا، ويعني القبائل اشتبكت، وكان طبعا قال أنا رجل من قومي، خرجوا بالسلاح قتلوا 10 من الرعاة وأثروا طبعا على الضخم جدا من الإبل، وبدأ النقاش. دارفور طبعا اقليم كبير له تقاليده الراسخه، يعني مملكه اسلاميه رصينه، اكبر اماكن السودان في حفظ القران، وعندهم تقاليد لفض النزاع اسمها الجوديه. فجلسوا للنقاش واتوا جاءوا بالرجل صاحب الابل. اكتشفوا في النهايه قال ان الرجل صاحب الاباله يسمونه الابل، الرجل يعني جاء يبكي قال والله الإبل تفلتت، أنا لم أقصد أن أهجم على مزارع المزارعين، ولكن لم أملك السيطرة على 1000 بعير عاطش يعني من العطش قط يعني العطش يموتون من العطش والجوع، فتفلتوا منه وفعلا يعني نزلوا في أرض المزارعين وبدأ الاشتباك. فقال وجدت أن احنا يعني لو تحققنا وتثبتنا كان يمكن أن يعني نوفر الدماء الكثيرة التي أسيلت في هذه المعركة. فطبعا الأمر لم ينتهي، الانتقام يؤدي للانتقام. فما كان من المزارعين إلا أنهم جهزوا لمعركة أخرى أشد ألما وانتقاما من المزارعين، والكراهية عمياء لا تبصر، والانتقام لا عقل له، والمحبة حكيمة وعاقلة. فالمزارعين أرادوا أن يعني يعلموا الرعاة يعلموا المزارعين درس، فجاءوا في صلاة الجمعة وللأسف وأحاطوا المسجد بالمقاتلين وأحرقوا المسجد وقتل من في المسجد، وحتى من خرج ناجيا كان يطلق عليه الرصاص. فقد نصر الدين تفكرت مع نفسي يعني ما لم نوقف هذا النزيف، هذا الراعي لم يكن متعمدا، وهم انتقلوا وهم قتلوا منا يعني انتقاما. قال فعلا مع نفسي اول شيء عملته انسحبت من حركه التمرد، كان قائد، انا اصبحت جندي عادي. بعد شهرين بقيت اغيب عن المعسكر. الشهر الثالث توقفت تماما على ان اشارك في اي معركه. قلت له طب لحد الان كويس، لكن انت تحول من مقاتل بقى لصانع السلام، هو هنا الاكشن، ايه اللي حصل في الخطوه اللي بعدها؟ فقال لي يعني ذهبت الى الجنينه وهي عاصمه غرب دارفور، كان هناك محاضره او ندوه للقبليين عن طرق بناء السلام. فقلت اسمع، لكن ما قدمته المبادره القطريه انها استخدمت الموروث الثقافي الدارفوري في بناء السلام. وهذا الفرق بين التجربه العربيه القطريه الافريقيه وبين التجربه الغربيه. يعني التقيت بمؤسسات كنديه واوروبيه. يأتون إلى الناس وكلام جميل، يعني الإنسان أخو الإنسان وكل واحد يحب أخيه الإنسان وإحنا كلنا بشر وكلنا الآدم، الكلام جيد جدا. لكن بعد أسبوع اللي كان حاضر المحاضرة تجده مقاتل في الميدان. فكانوا يتعجبون يعني الناس جالسة مع بعض يعني فل الفل في الفندق، لكن عندما يعودون إلى محاضنهم الطبيعية يبدأ الاشتباك. ففعلا سألني أحدهم قال في نظرك، هو كان من السويد، إحنا ليه الناس تعود للعنف؟
قلت له أولا أنكم تعالجون فقط المشاعر لكن لم تعالجوا الوجدان، الوجدان لم تعالجوا الأفكار. الأفكار اللي موجودة في منطقتنا تحتاج إلى مفكات من داخل المنطقة. فقال لي اديني مثال. قلت له مثلا عندما تكلم الشاب المسلم انه يعني يتحاب مع كل الاديان ويتواصل معها وانه النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هذا الشاب البسيط دخل احد المساجد وقدر يلتقي بخطيب يعني لم يراجع افكاره او يعتبر يعني هذه الآية هي قاعدة لان نكره الاخرين، يقول له ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، ويعتبر هذه الآية مدعاة للقطيعة والكراهية مع الآخر المختلف. ضبط هذا الفكر سيحتاج إلى ترسانة فقهية وترسانة في القرآن الكريم لن يجدها في كتب فولتير. فولتير مهم، لكن نحتاج إلى قراءة أخرى من داخل المنطقة تجعل الناس يجنحون إلى السلام. ما يعني لا أطل عليكم، هذه التجربة أدعوكم يعني أن تطلعوا على الكتاب، فقد سجلت فيه يعني تجربة رعاة الذين جنحوا للسلام، تجربة نصر الدين الذي ترك السلاح وبدأ في الغراس. يعني أختم بتجربة رأيتها يعني صغيرة ولكنها ملهمة، أن إعادة بناء السلام يعني يبدأ ولو بشيء قليل. لما بنى الهلال الأحمر القطري مدرسة في هذه القرية اشترط شرط واحد، أن لابد أن يكون الصف والفصول الطلاب من أبناء القبائل المتنوعة، ممنوع يكون صف واحد لقبيلة واحدة. وبالتالي بدأ تربية الأطفال على أن كل طفل يجلس مع القبيلة الأخرى حتى مع الوقت إن شاء الله ينسج السلام وتبدأ الوئام. شاكر استماعكم ونكمل مع الأستاذ محمود إن شاء الله. نشكر الأستاذ ياسر الغرباوي على هذا العرض الشيق الممتع لتجربته في ولاية أو إقليم دارفور، وندعو الأستاذ مختار الخواجة للتعليق بعيون سودانية على هذه التجربة التي خاضها الأستاذ ياسر الغرباوي وعلى الكتاب الذي نتج عن هذه التجربة، فليتفضل أستاذ مختار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة وزير الثقافة دكتور صلاح بن غانم العلي، سعادة سفير جمهورية السودان سيد فتح الرحمن علي، السادة الأفاضل الحضور الكرام، تحية طيبة وبعد. كتاب دارفور خلق جديد كانت تجربة مميزة بالنسبة لي لعوامل متنوعة. بداية الأستاذ ياسر الغرباوي صديق وكان حدثني سابقا شفاهة عن هذه التجربة، ثم عرض علي الكتاب لاحقا وأشركني في مراجعته، فامتننت جدا لهذه المبادرة من قبله، وأنباني أنه أيضا أشرك كثيرا من السودانيين في هذا الأمر. إذن الكتاب بالنسبة للسوداني سيكون منقحا بعيون سودانية كثيرة وليست عيني وحسب. الذي يستوقفني في كتاب السيد ياسر الغرباوي أنه ليس عكسا فقط للتجربة القطرية في بناء السلام في دارفور، وهي تجربة ناجحة لعوامل كثيرة أسب في سردها الأستاذ قبل قليل، لكنه يقودنا لأسئلة كبيرة تتعلق بفهمنا للقيم والأخلاق ودوافعها، وعن دور الثقافة في تأسيس الأفكار الخلاقة على الأرض. فشعار هذا المعرض الدوحة عاصمة المعرفة والوجدان. الثقافة في لغة العرب معرفة ووجد ووجد، أي قدرة، يتلو ذلك كله الوجدان، يتلو ذلك كله الفعل على الأرض. والثقافة كذلك هي التثقيف، أي التهذيب والتشذيب والتقويم، وهي تنتمي دلاليا أيضا إلى حقولة تتصل بتجذيب الأداة، وتتصل كذلك بالبحث والإيجاد. إذن إن القضية لا تقف فقط عند أن نجد المعلومة، ولكن أن نتجه إلى الأرض ونبحث فيها ثم نشذب أدواتنا ونواصل بحثنا. والحقيقة أن دور المثقف بعد تحصيله للمعرفة اللازمة يتم بهذا الأسلوب الذي اتبعه الأستاذ ياسر في هذا الكتاب، أن ينتقل إلى الأرض حاملا أفكاره فاحصا إياها في مختبر الواقع. من السهل أن نتحدث فعلا عن السلام، من السهل أن نتحدث عن المساواة والكرامة والعدالة، لكن بدون مشاريع على الأرض تجسد هذه القيمة
وتتفاعل مع كل الخصائص المحلية للأماكن التي نعمل فيها والمجتمعات التي نعمل عبرها وفيها، سيكون الكلام كلاما بالسوداني كلام ساكت. هذه الحواجز كلها تجاوزتها المبادرة القطرية للسلام، قفزت المبادرة فوق كل الأيديولوجيات والثرثرة والشعارات، قفزت فوق قضية التهميش وذهبت لجذور القضية، جمعت أصحاب المصلحة وجعلتهم مطلعين ضامنين لاتفاقية الدوحة. إذن أصبح السلام محروسا بأصحابه هناك على الأرض، بنصر الدين وآدم صابون وآدم وما أكثر آدم في كتاب الأستاذ ياسر، أصبح محروسا بهؤلاء، محروسا لأنه أصبح أيضا ماثلا في هذه المشاريع أمامهم، أصبح ماثلا أمامهم عندما التقى شيوخهم بسعادة الوزير أحمد آل محمود عندما زار دارفور وجلس مع الناس في خيامهم. والناس إذا رأوا رجلا من محتد كريم، ناهيك عن المنصب ورفعته، لكنهم إذا علموا أن رجلا من محتد كريم وأرومة كريمة ووافد من قوم كرام أكرموه، فهان عندهم كل شيء بعد ذلك. لكن يبقى أيضا أن يسوج الصلح بما يحرسه ويضمنه ويكفله، لأن أصحاب المصلحة الحقيقية يجب أن يشعروا أن الصلح هو صلحهم لهم ومستمر من بعدهم حتى يشعروا بالأمان والاطمئنان. مجددا أعود إلى مسألة أخرى تتصل بالقصص والتجارب التي عاشها الأستاذ ياسر. يتوقفني أمر فني لطيف في كتاب الأستاذ ياسر، وهو عدم الإغراق في التفاصيل كثيرا. أعني أنه ذهب هناك لهدف محدد لم يحد عنه قيد أنملة في الكتاب، لم يمنع هذا، من سرد التفاصيل بشكل شيق ومميز، ولكنه مع ذلك استهدف نقاط محددة، فجاء كتابه متزنا مسليا ممتعا، فيه ملامح كثيرة من أدب الرحلات. بقي أن نقول أيضا أن علاقة المثقف المصري بالسودان كبلد تحتاج إلى نماذج من أمثال الأستاذ ياسر ليكمل مسيرة أمثال يوسف الشريف وميلاد حنا الذين أحبوا السودان بصدق ودرسوه إنسانا لا سياسة واقتصادا ونيلا وحسب، إنما درسوه إنسانا وبيئة وثقافة وشعرا وحياة يومية. والنماذج كثيرة لكلام ميلاد حنا عن معمار السودان وثقافته، والكلام أيضا كثير عن يوسف الشريف وكتاباته المميزة عن السودان. بقي أن أختم بالقول كي لا أطيل، قديما في بورسودان في مدينتي في السودان في إحدى إجازاتي وأنا تربيت هنا في الدوحة، على كل حال استمعت لأغنية وأنا صغير السن من تراث دارفور، غناها مغني من شمال السودان يسكن مدينتي كذلك، كانت تقول القمر البيضوي شمبلاني بالنجوم ما تغني يا سمارة السعادة لين الدوم. فلنتمنى لأهل دارفور جميعا السعادة، ولنتمنى أيضا أن تتكرر التجربة مجددة في أماكن أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار علي السادة المنظمون بأن لدينا مزيدا من الوقت، يعني منحونا شيئا من الوقت، نفتح الباب لمداخلات من السادة الحضور توجه للأستاذ ياسر الغرباوي أو للأستاذ مختار الخواجة. تفضل، لكن باختصار لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية للسيد الوزير والسيد السفير والضيوف الكرام ولقطر سمو أمير ودولة وشعب، وهم كما ذكروا وكما علمنا وعملنا أنهم أهلي مبادرة الدوحة التي حققت السلام في دارفور. أنا عبد الإله أبو سينا المستشار الثقافي بالسفارة السودانية. أقول باختصار شديد، السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير لأربعة أيام هو موجود في ولايات دارفور، واستقبلته حشود تتجاوز عشرات الآلاف في كل المدن التي زارها،
وقبله بأيام اختتمت الدورة المدرسية للمدارس الثانوية بولايات السودان كلها 18 ولاية في ولاية دارفور، تأكيدا على أن السلام الحمد لله قد تحقق وأصبح مثالا يمشي بين الناس على الأرض. أنا أقول أيضا بذكر السيد رئيس الجمهورية وذكر السيد أحمد عبد الله آل محمود له التحية والتقدير، وهو يرعى مبادرة الدوحة ويقف عليها. السيد رئيس الجمهورية كان يسمي آل محمود عبد الصبور، وسألوه لماذا؟ قال لأنه صبر كثيرا جدا على المفاوضات حتى وصلت إلى نهاياتها بتحقيق ذلك السلام في دارفور. أنا أعتقد صراحة لم أطلع على الكتاب، ولكن ما ذكر من الأخ ياسر وإن شاء الله التفاصيل نطلع عليها، ولكن يؤكد على أن الحديث من الميدان يختلف تماما عن الحديث من أي وسائط أخرى تتلقى عنها أنت المعلومة. ودارفور إخوتي الكرام هي أرض المحمل، محمل السلطان علي دينار وآبار علي، التي تعتبر مشهورة جدا على المدينة المنورة، هي أيضا آبار للسلطان علي دينار، وكسوة الكعبة أيضا كانت السلطان علي دينار. أستاذ عبد الإله، عذرا للمقاطعة، لكن نرجو أن تكون المداخلات أكثر تركيزا وفي صورة سؤال لأحد أستاذة يمكن هذا سيكون أكثر فائدة إن شاء الله. بالنسبة للسؤال، السؤال يوجه للأخ ياسر، وهو قد تحدث عن معايشته في منطقة أقرب إلى الحدود السودانية التشادية، فهذه المنطقة أيضا هي في ولاية غرب دارفور. ولكن يمكن السؤال الموجه، يعني أنت التقيت بالمواطنين وأهل القرية وعدد من الجمهور الموجود هناك، أهم الانطباعات التي ميزت لقاءاتك هناك والدافع الأساسي للتعليق بهذه الصورة التي سردتها في الكتاب؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الإله. طيب لو في مداخلة ثانية تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. الأخ ياسر، تجربتك ملهمة الحقيقة. أنا كان عندي، أنت كباحث أنا أعرفك، يعني اهتماماتك عميقة بهذه المساحات. الملاحظ عندنا أن علم الاجتماع والأنثروبولوجي بشكل عام في الجامعات والكذا ضامر جدا مع كثرة القضايا اللي موجودة عندنا في المجتمعات العربية والإسلامية، فعندنا مادة كثيرة للبحث والنظر، لكن عندنا ضمور شديد جدا في الباحثين مع كثرة الجامعات وكثرة المراكز البحثية اللي تعتني بهذه القضايا. إلى ماذا تعزو هذا القصور الحقيقي من الإنتاج المعرفي رغم غزارة المشاكل؟ عفوا، خلينا نتلقى إذا كان هناك مزيد من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور فرج الشيخ الفزاري، الحقيقة بس الأخ ياسر الغرباوي، ما أعرف إذا كان الاسم جه صدفة مع الغرب، أنه مشيت وأنا الغرباوي، لكن في نقطة أساسية أنا أتخيل لي في اتفاقية الدوحة يمكن الكثير ما بنلتفت ليها، وهي أنها كانت مبرأة من الغرض، مبرأة من الغرض السياسي. كل حتى الغرب، أهل الغرب بيجوا عندهم أهداف وعندهم أجندة، ولكن هذه الاتفاقية كانت مبررة. تخيل إذا كان سبب نجاح. والأستاذ ياسر أشار إلى أن إنتاج السلام بعيون أو بأيادي تعرف ثقافة أصحاب الأرض يضمن له ما لا يمكن أن تضمن له الاتفاقات أو الرعاة الغربيون، ربما أشار إلى هذه النقطة من الغرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ ياسر، دارفور خلق جديد. قضية دارفور أنا عشتها في الغرب في أمريكا، إنه كان اليهود وراء هذه، حتى بقول لهم آدم وإسحاق، دي كلها أسماء يهودية.
فماذا وجدت في خلال معايشتك على أرض دارفور؟ ماذا وجدت هناك يعني غير ما كتبته؟ ماذا وجدت يعني؟ شكرا. أعتقد أن لديك قصصا لا تنفد. أنا شخصيا لي سؤال، مدام اللي بيطبخ الطبخة لازم يدقها، أنا لي سؤال لك وللأستاذ مختار على السواء. أبرم اتفاق السلام عام 2011، 7 أعوام في السلام، هل هي كافية للحكم على هذه الاتفاقية بأنها ناجحة؟ كثيرا ما ارتكست أو انتكست تجارب مثل هذه بعد سنوات من الوئام والسلام، سنين من الصراع ثم 7 أعوام من السلام، هل هي كافية لضمان أن نقول أن هذه التجربة ناجحة؟ السؤال الأول لسعادة القنصل الثقافي، ما الذي دفعني أن أكتب هذا الكتاب؟ الذي دفعني حقيقة همي بمصر وهمي بسوريا وهمي بالعراق، تملي الآن الفزاعات المستبدين سنصبح مثل كذا ومثل كذا، وإذا ذهبنا فلن نعود أبدا إلى الوئام. ما رأيته أننا نحتاج إلى آلاف العاملين في بناء السلام، أن بناء السلام أمرا ليس مستحيلا، أن الناس يمكن أن يعودوا إلى المحبة والوئام، وليس أمرا صعبا إذا توفرت النية الصادقة والإرادة الصادقة. فكان اختبار أو يعني فاتحة أمل ما نراه من كراهية. يقول لك كيف سوريا ستعود؟ سعود إن شاء الله. العراق، اليمن، محطات قادمة، فهذه أول في نظري أول تجربة من داخل المنطقة تثبت إمكانية الفعل. هذه المجتمعات أصيلة، نعم تصاب بانتكاسات لكنها لن تموت إذا توفرت لها الإرادة الصادقة ونخبة واعية تدرك أن السلام مسارا وليس حدثا. إجابة سؤال الأستاذ محمود يقول ربما تنتكس، نعم ربما تنتكس. أي عمل عظيم ما لم يسقى بالماء ويراعى بالجود يمكن أن ينتكس ويمكن أن أن ينتهي. فالسلام مسار وليس حدث. عندما نتعامل أن السلام والاتفاقيات مش فقط التصوير في قاعات الفنادق ثم الانطلاق والعودة، ولكن ما حدث في هذه التجربة، وأن أدعو الباحثين أن يكتبوا عنها، ليس لأنها قطرية ولكنها في الإطار الأكاديمي سابقة ميدانية تحتاج أن يستلهم منها وأن يستفاد منها في علاج قضايا المنطقة. يعني التواصل مع، أنا وجدت في هناك أمر غريب جدا، ماشي في الجنينة فسوبر ماركت الدوحة، فبقول له أستاذ حسن، الشيخ حسن مندوب الهلال الأحمر، بقول له إيه قصدهم بالدوحة؟ قال لي دي أبو موسى كان من الناس اللي جم قعدوا في الدوحة شهرين، فالراجل مغرم جدا بالعاصمة وبالجهد اللي تم والمحل بتاعه اشتغل فسمى سوبر ماركت الدوحة. يعني الوصول لهذا المستوى من الحساسية المجتمعية للناس عندما تحب من صنع السلام وتحرص عليه، أنا في رأيي والضمانة الكبرى أن يستمر هذا العمل بدرجة من الدرجات. يعني أنا أقول هذا وللأسف يعني بكوني أنا من دولة قريبة من السودان ويعني إخوة لنا وأبناء لي الواحد، لكن لم أسمع عن دولتين بصورة حسنة في داخل دارفور إلا عن دولتين تحديدا، تركيا وقطر. ما سمعته من الناس تركيا لأن المجمع الطبي الضخم في الفاشر، وأيضا قطر تعهدت بتعمير 80 قرية كاملة بكل الأشياء. الإنسان يعني أسير الإحسان، فما وقع في هذا من تجربة يؤكد أن احنا مسار محتاجين نكمل فيه. سؤال الدكتور جاسم عن العلوم الاجتماعية والحاجة إليها، تسود في المنطقة العربية فكرة أننا عندنا كل الحلول. يعني ودي كان استغرابي عندما تكلمت أن دارفور مسلمون، مالكية، تدين صوفي، شمال السودان مسلمون ومالكية، النظام يعني يقول أنه نظام إسلامي، ويعني وهذه دعوة كبيرة، ولكن الاشتباك يقع. يعني أكبر قائد للمقاتلين في دارفور الذي مات واستشهد خليل إبراهيم، هذا كان من المجاهدين في جنوب السودان. فإذا اكتفائنا أننا مسلمون فقط أو أن الدين واحد سيكون حلا لمشاكلنا هو يساعد، لكن لن ينتج حلا حقيقيا ما لم تراع قضايا التهميش والعدالة. يعني أستاذ بيسألني ماذا وجدت في دارفور؟ للأسف يعني طبعا وجدت خيرا، وجدت وأنا كتبت في الكتاب وكنت صريح، أول يومين في دارفور لا توجد طرق. يعني تخيلوا إقليم، للأسف يعني إقليم قرابة حجم مساحة فرنسا، نصف مساحة مصر، ليس هناك طريق بري واحد يربط هذا الإقليم بالعاصمة. إقليم مملوء بالثروة يعني باللحوم والأشياء الضخمة جدا، والشمال يعاني. يعني أفتكر وأنا عائد من الجنينة إلى شمال الخرطوم
قال لي زول سوداني قال الله يجزيك خير خذ معاك الكرتونه دي. قلت له الكرتونه دي فيها ايه؟ قال لي بس خروف مبوح عشان ابعته لاولادي في السودان في الخرطوم. قلت له يعني اللحمه هناك غاليه جدا. فتخيلوا هذا الامر ينتج غضب في المنطقه. فاعتقد يعني القضيه ليست موضوع الدين او قضيه التهميش، هناك تهميش لا الان مش هدفي من الذي صنعه، ولكن التهميش يحتاج الى معالجه. لعل اكون اجبت على معظم الاسئله. تفضل معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لكم اخواني على يعني هذا الوقت الرائع صراحه. لكن انا بعلق على سؤال يمكن ما جاوبت عليه بخصوص اليهود. وانا يعني تعقيبي على هذا الطرح، اول حاجه يعني من اساسيات صراحه نهوضنا كعرب وكمسلمين ان شوي نراجع نظرتنا الى الاخر، الاخر في الدين، الاخر في العرق، الاخر في اللون. محتاجين احنا انفسنا نراجع هذه. اول حاجه الله سبحانه وتعالى يقول ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا المشكله فينا اول حاجه صراحه، قبل لا نتهم يعني ولو ان اتهام اليهود بهالعنوان الكبير يعني اعتقد انه بعد ظالم شوي. يعذرني اخوي وصديقي اللي وجد اعتذر منك، لكن انا شخص يعني قطر ما حاصروها اليهود. خاشقجي ما قتلوا اليهود صراحه يعني. انزين علينا ان نرجع لانفسنا، المشكله فينا يا اخوان والله العظيم فينا. كون ان الناس تستقل ضعفنا، تستغل احيانا غبائنا، تستغل هذا الشيء يعني صراحه يعني بالعكس برافو عليهم. يعني احنا محتاجين مراجعه حقيقيه لاصل ثقافتنا واللي هي تصوراتنا كيف ننظر الى الاشياء. فبس انا حبيت اعلق على هذا الموضوع. شكرا لكم اخوان. شكرا جزيلا. سعد السفير عايز يعلق. شكرا جزيلا. ونحن اليوم سعيدين، غاية السعادة في أن يكون هذا المحفل الثقافي الكبير به تعرض لقضية هي في المحافل المفاوضات في قضايا الإنسانية. دارفور موضوع طرح في قضايا التفاوض والسياسة، دارفور موضوع طرح في قضايا الإنسانية، والأخ ياسر قد ذهب في رحلة إنسانية مع الهلال الأحمر ثم أنتج منها مادة ثقافية. الربط بين الدوحة كاتفاقية والدوحة كعمل إنساني والدوحة في دارفور أن ينتج منها مادة لتكون في هذا المحفل الثقافي الكتابي هي لها مدلول عميق. تشكر عليه هذه الدولة، دولة قطر، لأن تنتج المادة ليس على المستوى الإنساني والإغاثة وليس على مستوى التفاوض وإنما على المستوى الثقافي. والكتاب التي يعني الكتاب الذي أنتجه أخوة صفحة من صفحات تاريخ قوي، فيه كتب أحد الكتاب المشهورين في تاريخ دارفور وفيما فيه من، حتى لو نقبت في هذا الكتاب، هو كتاب التونسي، هو الرحالة الذي جلس في دارفور أكثر من سنتين إلى 3 سنوات وكتب أفضل كتاب ما يكتب حتى بين السودانيين والعرب، هو كتاب التونسي الذي يمكن أن تجد فيه مجتمع دارفور وطاف على صفحات الجغرافيا والتاريخ والمجتمع. أما أن يكون هذا الكتاب إضافة ولو كانت لمحة من واقع البلد ومن إنتاج هذه الاتفاقية ويأتي لمدينة الدوحة ثم يقدم هذا الكتاب، هو إضافة حقيقية نحييه عليها. وهو ابن من أبناء النيل ومصر، وهي أيضا فيها الكتاب وفيها الذين كتبوا عن السودان. أما حول موضوع دارفور، طالما أن الإشي سياسي والموضوع سياسي والموضوع إنساني،
أن تضيف ذو البعد البحثي، لأن كثير من المكتوب سواء كان في السودان أو في الغرب أو هنا كتب عن أزمة دارفور، ولم يكتب عن 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 لوحة في مجتمع دارفور لمعايشة، لأن الدراسات الميدانية التي تعمل استقصاء حول شخصيات أو حول أماكن أو حول حدث تعطي صورة أمتع سواء كان على المستوى الروائي أو المستوى البحثي. فالشكر لك على هذا السفر الجميل، وشكرا لك. شكرا جزيلا سعادة السفير. أنا أعتقد أن يعني ما سمعناه فيه الكفاية، كان عرضا شيقا ومداخلات مثمرة جدا من السادة الحضور. شكرا جزيلا لكم مجددا. وأتوجه، هناك توقيع للكتاب؟ نعم، يعني نعم كلمتهم الله لك. الآن دار الوسيل يعني نشرت فيها الكتاب، سيذهب إلى توقيع الكتاب في دار الوسيل بإذن الله. نسعد بوجودكم بإذن الله. شكرا.